انزل. ولع ولع. طاط بالنسبة لنا؟ بالنسبة لك انت؟ تقريبا نسيتها في البيت يا باشا. نسيتها في البيت؟ طب تعالى لينزل. اشتغل يا لي. يا بابا الله يا باشا. الله. قول حاحة. نعم؟ قول حاحة. أنا يا باشا؟ أمال أمي؟ خد وابني على البوكس. أنا عايز أعرف أنا عملت إيه بس يا باشا؟ مشتبه فيك يا أخي. لو كده ماشي عادي. معقولة يا متولي؟ الله. طب ليه ما كلمتنيش؟ اقعد. ليه ما اتصلتش بيها يا متولي؟ هو أنا لحقت يا كريم باشا؟ إيه اللي حصل له الواد ده؟ اتمسك يا سيدي امبارح بالليل تحري، كان راكب ميكروباص. ما هو شكله وش سجون. مسكوك ليه يالا؟ كنت ناسي البطاقة في البيت يا باشا. تستاهل. اوعى تجيب سيرة لسيادة الرئيس عن اللي حصل لك في القسم. أنا بقول لك أهو، مش عايزين نزعله على الصبح. قول له إنك دخلت في باب، وقعت على وشك، أي حاجة. حاضر يا باشا. روح يا متولي شوف شغلك. ليه بقى حازم بيه ما نقولش للريس على كل اللي حصل؟ الحاجات الصغيرة اللي زي دي مش لازم نشغل بيها سيادة الرئيس يا كريم. ما هي دي لا يمكن تكون واقعة. مين اللي ضربك يا متولي؟ الرئيس أنا مسكوني تحري يا رئيس، اشتبهوا فيا. احكي لي اللي حصل بالظبط. أول ما مسكوني ركبوني البوكس مكيف، وبعدين وصلنا هناك قدموا لنا سعادتك مشروب الضيافة، عصير فراولة حلو يعني، وبعدين ادوا لكل واحد مننا فوطة سخنة طلع ريحة كده، بس ريحة حلوة، وسمعوك مزيكا في الاسم مش كده؟ مزيكا كده حلوة قوي يعني. انت كذاب وتستاهل كل اللي يجرالك. هم قالوا لي ما تتكلمش يا ريس، قالوا لي ما تتكلمش. الصور ده متولي وراء شعب عظيم قوي، حضارة وتاريخ، 75 مليون أنا مسؤول عنهم كلهم، مسؤول عن أمنهم، عن أكلهم وشربهم، عن ثقافتهم وسعادتهم. ربنا يكون في عون سعادتك يا ريس. نفسي كل واحد من الشعب يحط نفسه مكاني. تخيل نفسك يا متولي بقيت رئيس جمهورية لمدة دقيقة مثلا، تعمل ايه؟ أنا رئيس؟ أنا رئيس جمهورية يعني؟ أنا شوف سعادتك، أنا أول حاجة هعملها إن شاء الله. المدة خلصت يا متولي. هو أنا لحقت يا ريس؟ بس ايه رأي سعادتك فيا وانا رئيس جمهورية؟ لابد ان تكون الحقائق واضحة وصريحة كي نصل معا الى حل جذري للعديد من المشكلات. لابد ان تعلم الحكومة ان هناك مشكلات كثيرة لم تحل بعد، ولكن المشكلة الاولى بل الرئيسية هي الاهتمام بمحدود الدخل والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري. معلش بقى، قهوة تعبانة مش النظرية. اتفضل يا ريس. بلاش كلمة ريس دي هنا خالص. لا مؤاخذة، اتفضل يا باشا. السلام عليكم. السلام. ايش تعملتوا؟ ازيك يا عبد صلاح؟ تشرب يا باشا. هاخد قهوة مظبوط. قهوة مظبوط يا ابني على مية معدنية. لا، مية من الحنفية. خليها من الحنفية يا ابني وربنا يستر. هي هم كبير للسيد رئيس الجمهورية. باقي يا باقي، لوك 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 لوك، ما عندكوش غير الكلمتين دول. في ايه يا عم صلاح مالك؟ ما تهدى شوية. ما انت عارف عندي 5 عيال وامهم، وعمالين يتكلموا عن محدود الدخل، يتكلموا شوية عن معدوم الدخل. ما هو برضه 5 عيال كتير، مفروض تخلي بالك عشان تعرف تربيهم كويس. ومين الأخ ده؟ اسكت شوية، أبوس إيدك. سيبك من متولي وخليك معايا. انت عايز تخلف براحتك وتنبسط، والحكومه هي اللي توكلك وتشربك وتربي لك عيالك، لازم تشيل المسؤوليه شويه ولا ايه؟ وماله نشيل؟ انت مش هتحضر فرح؟ فرح ايه؟
عندي ناس مهمة. هو في أهم من بصلة؟ ده صبية وفرحه النهاردة لازم تحضره. ما يولع بصلة، هو اللي جابه بصلة. أقول لها بدأ باشا السبب الرئيسي في الزيادة السكانية. قوم يا متولي. على فين يا باشا؟ على فرح بصلة. سيادتك هتحضر بنفسك فرح بصلة؟ أيوه. أنت متأكد من الكلام ده يا باشا؟ يلا. مكتوبها لك يا بصلة يا ابن العبيطة. تحية خاصة من شباب المنطقة لحبيب قلبي بصلة، وسمعني أحلى سلام. بعد إذن سعادتك دقيقة واحدة. حاسب يا عمنا، عايزين نسمع أحلى سلام للمنطقة واللي فيها والعروسة والعريس بصلة وأمينة. مبروك يا أمينة. اقعد اقعد اقعد. أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة. الفرح ده فيه شخصيات مهمة قوي، كل الدنيا بتصورنا دلوقتي، الدشات والاس ان 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 كل الساتلايت بيصور. اسكت اسمعني انت بالتحديد، شغل الحناطير والاستابلات والحصيره ما يمشيش هنا خالص. ابوس ايديكم. عيب يا عمي. والله انا ما خايف الا منك انت. بعتلك فلوس دي يا ابن المجنونة؟ عارفه طبعا، تقريبا شفته قبل كده في سوق العبور. سوق العبور؟ ده العبور نفسه يا ابن المحظوظة.
تعرف يا متولي، دي أجمل ليلة قضيتها من سنين طويلة. بقالي كتير ما عدتش على نيتي. أول مرة أحس إني بتحرك كده من غير أي رسميات. مش هتروح بقى ساعتها؟ لا، أنا عايز أقعد هنا شوية. النيل ده غالي عندي أوي. يا ما غسلت فيه أحزاني. وأنا طفل صغير كانت الدنيا لما تضيق بيا أجري بسرعة على النيل. كنت بحس إن هو كمان بيجري عليا. إيه ده؟ حد يرمي قصب في النيل؟ أنا آسف سعادتك، بس يعني هي ما جاتش عليا، ما هم بيرموا كل حاجة في النيل دلوقتي. النيل ده حياتي يا متولي. أحلامي كلها كانت هنا، طفولتي، شبابي، ذكرياتي. كنا دايما نقعد ناكل بطاطا في نفس المكان ده. معقولة؟ سعادتك نفسك رايح على البطاطا؟ آه والله يا ريت. أهو بتاع البطاطا جه. عايز كام؟ وببلاش كمان. اتفضل يا باشا، بطاطا نظيفة ومتقشرة وزي الفل. اللي انا والشيف. تعرف يا متولي، احمد بيه شوقي كان باستمرار بيقعد هنا. احمد بيه شوقي كان بيقعد هنا يا باشا؟ تعرف ايه عنه؟ حد ما يعرفش احمد بيه شوقي يا باشا؟ ده رئيس مباحث شبرا. احمد شوقي امير الشعراء يا متولي، كان بيكتب كل اشعاره هنا على النيل. العشاق البسطاء كانت دي فسحتهم الوحيده. يا سلام.